بسم الله الرحمن الرحيم، سوف نتعرف في درسنا عن الأرض. مما تتكون المجموعة الشمسية؟ ما أهمية موقع الأرض في المجموعة الشمسية؟ الأرض جزء من المجموعة الشمسية التي خلقها الله عز وجل في الكون وجعل الإنسان فيها ليعمرها ويستفيد منها. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً. وهنا صورة تمثل لنا ما هي المجموعة الشمسية وأين يقع كوكب الأرض بالنسبة إلى المجموعة الشمسية. ما شكل الأرض؟ أسهمت الاكتشافات العلمية في تحديد شكل الأرض، وقد وصفها العلماء منذ قديم الزمن، ومنهم العلماء المسلمون بأنها كروية الشكل، ولذلك تسمى الكرة الأرضية. لماذا لا نرى الشكل الكروي للأرض؟ الأرض جدا، الرؤية للشكل الكروي تكون من ارتفاعات عالية جدا أو من مسافات بعيدة جدا. نشاط واحد، على ماذا يدل اللون الأزرق في الشكل؟ على المياه. يصنف الطلبة صورة الكرة الأرضية في الشكل السابق في 3 كلمات تعبر عن ترابط العالم: يابس واحد، مياه واحدة، وسماء واحدة. الأرض كروية الشكل، ويظهر لنا أن الناس الذين يعيشون في جنوبها سوف يسقطون، والحقيقة أنه بسبب الجاذبية تتجه جميع الأشياء على سطح الأرض، ومنها الناس عموديا نحو سطح الأرض، ثم يجذبهم مركزه الأرض ولا يشعرون بأن رؤوسهم أسفل. نشاط 2، لماذا يختفي الجزء السفلي من السفينة عندما تبتعد عن الشاطئ؟ بسبب كروية الأرض.